مطلاق. كان يصعد على المنبر أمير المؤمنين: لا تزوجوا الحسن فإنه مطلاق. والله هم يبغض كل مطلاق. فالنتيجة قياس من الشكل الأول. فالحسن شي يصير مولانا مبغوض؟ ها، موجودة في الكافي أعزائي. ويقينا هذه من مجعولات وموضوعات من؟ معاوية. لماذا؟ لأنه كان يريد أن يسقط اعتبار الإمام الحسن. وكيف يسقطه؟ ماذا يشيع في الناس؟ أن الإمام الحسن يم السلطة ويم خدمة الناس ويم الجنس مولانا. شوفوا جد دقيق القضية. ولكنه مولانا مشت على 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 الخاصة وجاءت في البحار. عد بيني وبين الله صاحب البحار يقول بلي مو 370 مولانا. وبعض المعاصرين شيء غريب، قلت لكم إن شاء الله في وقت أبينه، وبعض المعاصرين يقول لماذا نعترض على الإمام؟ معصوم يفعل ما يشاء، يريد يتزوج، يريد يطل. هذا منطق بعض الفقهاء المعاصرين. يقول ما الاعتراض على الإمام الحسن؟ أليس معصوم؟ كأنه بيني وبين الله إذا صار معصوم على المنطق الأشعري ماذا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. أصلا كيف هو؟ يريد يتزوج، يريد يطلق، شو يسوي؟ خلص. وأما المنهج الأخباري حار فيها، فلهذا قال نرجع علمها إلى أهلها صاحب الحداد. قال من يدري هاي الروايات. وأما المجلسي فقال شيئا عجيبا، قال لا، إنما صعد المنبر قال لا تزوجوا فإنه مطلاق، كان يريد يمتحن الشيعة يقبلون منه لو ما يقبلون. هذا منطق العلامة المجلسي في امرأة العقد. شوفوا هذه دخلت من غير واحد يعرضها بيني وبينه. هذه طريقة، هذه أخلاقية إنسان مؤمن. ما أريد أقول إنسان معصوم من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس. دخلت وعشرات الموارد من هذا القبيل التي وضعها الجهاز الأموي الحاكم، وهي دخلت إلى ماذا؟ إلى تراثنا على أي الأحوال.